أكثر من 6 أشهر مضت على إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وما زال مقترح التنوب على إدارة كركوك بين مكوناتها الخيار الوحيد المطروح على طاولة التفاهمات بين الكتل الفائزة، لكنه لم ينل رضا جميع المتخاصمين بعد. أكو لقاءات تحصل جانبية بسيطة، وأكو لقاءات تحصل مع السيد رئيس الوزراء، يختلفون في مكتب رئيس الوزراء وبعد ذلك ما يلتقون لحل المشكلة اللي يختلفون عليها. إحنا الآن عندما نصبح نبقى موحدين سننجح، وإذا تشتتنا سنضيع الأمانة التي علقتموها أنتم في أعناقنا. وعلى الرغم من تأكيد ائتلاف إدارة الدولة أهمية تشكيل ما تبقى من الحكومات المحلية في ديالى وكركوك، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني ما يزال مصرا على رفضه مقترح التناوب، بينما اجتمعت بقية الأطراف على هذا المقترح لكونه يلبي متطلبات الجماهير والإسراع بتشكيل الحكومة المحلية. لا يزال المفاوضات جارية حول تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، لحد الآن لا يوجد هناك إجماع على رسمي على حل على تشكيل هذه الحكومة. نحن كتركمان موقفنا واضح، وهو أن يكون منصب المحافظ ورئيس المجلس ونائب المحافظ بالتناوب بين القوميات، وهناك اعتراض فقط من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي نأمل بموافقته على هذا الإجماع العربي الكردي التركمان. وتأمل القوى العربية والتركمانية المتفقة على مقترح التناوب في موافقة الكرد للإسراع بتشكيل حكومة كركوك وتجنيب سيناريو حل مجلس المحافظة في حال الاستمرار بوضع يعد مخالفة دستورية قد تحرم المحافظة من استحقاق حرمت منه لسنوات. من كركوك عمار حامد، يو تي في.